السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كم مرة فكرت ان في روح عاوزة تتواصل معاك؟ طيب فكرت ولو للحظة بعد ما صحيت من النوم انك منسوس؟ احب اطمنك ان كل ده لحظة نوم بيسموها حركة العين السريعة، او بمعنى صح الجاسوم زي ما بيقولوا بالظبط. يعني ايه الجاسوم؟ ركز معايا، لان في 9 من 10 بيحصل معهم الحالة دي. هو حالة من حالات النوم تصنف ضمن الاضطرابات النومية المتعارف عليها. طيب يا سيدي انا ما فهمتش، تقصد ايه الجاسوم ده؟ هو سماع الشخص كل شيء ويشوف كل شيء في نص الليل وسط النوم كده، وبرغم من كل ده ما بيقدرش لا يتحرك ولا ينطق، وكأن الجسد مش جسده ولا عارف يحرك اي عضو من اعضاء جسده. طيب ده مس ولا جان؟ لا ما تخافش، تعالى هنا، ده مش كابوس ولا شلل ولا مس ولا جن زي ما انت متخيل. دي حاجة اسمها الجاسوم، امر طبيعي وغير مقلق. الجاسوم ده ممكن يجيني انا وحدي، وممكن يستمر لحد امتى؟ لا، الجاسوم ده ممكن يجي لشخص واحد من مجموع 3 اشخاص لمرة واحدة طول عمره، او بمعنى اوضح ممكن نسبة تانية من الاشخاص، ممكن نقول حوالي 30-40% بيجيهم الجاسوم ده بشكل خفيف مرة او مرتين في حياته. الحمد لله انا كده اطمئنت. بس في حاجة تانية، ان ممكن 2 أو 4% من السكان يصابوا باضطراب النوم المزمن، ودي نسبة قليلة ما تقلقش منها. ما سألتش نفسك الجاسوم هيجيني امتى؟ وانا صغير ولا وانا كبير؟ الجاسوم ده بيبدأ معاك من سن المراهقة او من فترة بلوغك، بس هتلاقاه بيخف لما العمر بيجري بيك شوية، يعني كل ما تكبر تحلى زي ما قلنا. طيب ما تخيل وقت زمن الجاسوم وانت نايم وحاسس انه كابوس كان كام ساعة، الجاسوم ده مش بيكمل بعض من الثواني او بعض من الدقايق. الاختصاصيين قالوا كده، وده طبعا بعد فترة من الدراسات اللي عملوها على اشخاص حصل عندهم نفس العرض ده. طيب انا في مصر، الجاسوم ممكن يجي في البلاد التانية ولا يجي لي انا بس؟ لا يا سيدي، الجاسوم ده بيجي في كل شخص، وبيجي لاشخاص كتيرة جدا وفي كل البلدان اللي موجودة في العالم، وبيجي في كل العالم كله مش في منطقة معينة. تعال بقى اقول لك هو ايه تاريخ الجاسوم ده. اول حاجة يا اخي كريم، الجاسوم ده حالة غريبة وعجيبة من نوعها. اتجه الكتاب والرسامين وبعض الفنانين القدامى الى تصوير هذا الجاسوم والتحدث عنه في كتبهم ورسومهم، حتى اعمالهم الروائية كمان. يعني بمعنى اوضح، من الظاهرة موجودة في البلاد كلها وبس، ده كمان الثقافات اتكلمت عنها على مر العصور لانها ظاهرة اثارت فضول الجميع. انت هو بتسألني عنه، انا بيجيني مش بقدر اتحرك ولا انطق، مع اني بحس نفسي صاحي بس جسمي شلل تماما. طيب ما انت جاوبت نفسك اهو. طيب انا هقول لك ازاي. طبعا انت بتحس ان دماغك فايقه ومستيقظ وتمام، بس مش قادر تتحرك، وده اللي بيسموه شلل النوم. او اوضح لك اكتر، في الوقت ده بتكون في فتره صغيره كده بيحصل فيها نقص توتر عضلي، عشان كده حضرتك بتحس انك مشلول. عرفت ان الجسم ده غير مقلق خالص. طيب انا اعمل ايه وانا نايم وانا بحس نفسي ان انا بموت؟ بص، برغم انك انت بتحس بحاله خوف وقلق شديده، بس ده كله بيكون لعده ثواني وهترجع سيطرتك الكاملة على جسمك مرة تانية. وبعدين يا سيد الأعمار بيد ربنا سبحانه وتعالى، ما تقلقش بس ركز معايا. ينفع عالج نفسي قبل ما يجيني الجسوم ده؟ أيوة ينفع انك انت تعالج نفسك. هتعالج نفسك ازاي؟ ما تقلقش من اي حاجة خالص وركز معايا. عايزك قبل النوم ما تفكرش في اي حاجة خالص، وما تكونش خايف من حاجة، ولا تكون حزين ولا تكون متوتر، وتغير مكان نومك عشان نومك يكون هني وهادي، وما تنامش على ظهرك، حاول انك انت تنام على جنبك اليمين، ودي حاجة وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما تروحش لأي دكتور وتقول له أنا تعبان وبيجي لي الجاسوم كتير. حاول إنك أنت تتوضأ، إن الوضوء هيحفظك من الجاسوم. عارف ليه؟ لأن الأطباء نفسهم بينصحوا بحاجات تخفف العرض ده، أو عشان يخففوا عنك ظهوره وتتعود عليه. طيب ليه مفيش علاج؟ أقول لك أنا ليه. عشان حضرتك المتحكم في ده كله، بمعنى أنت السبب. أيوة أنت السبب بالضبط كده، لأن اللي بيحصل لك ده بيكون ناتج من سلوكك ونمط حياتك اللي أنت تعب نفسك فيها جسديا ونفسيا. فلما تيجي تنام هتلاقي الراحة منين؟ عايز اقول لك يا اخي الكريم، انك انت تحاول تهدأ وتبعد عن التوتر، وسيبك من التخيلات، وتقعد تقول انا ممسوس، انا عندي مس، انا عندي جن. كل اللي انا عايزه منك بالظبط انك انت لما الجسوم ده يجيلك تسمي الله او تقول حسبي الله ونعم الوكيل، هيختفي من عندك الجسوم. هل الجسوم له علاقه بالسحر الاسود؟ الطب النفسي بيقول ان الجسوم ده شيء مش خطير، وبيحذر اي حد بيفكر ان ليه علاقه بحاجات زي ديت، لان تفكيرك ده سبب العرض نفسه. دلوقتي انا بقى اللي اسالكم سؤال، اقتنعت دلوقتي انك ممسوس ولا عندك سحر اسود ولا في روح بتجيلك ولا ده جسوم بيجيلك لثانيه واحده وبيختفي؟ اول حاجه يا اخي الكريم، انا ذات نفسي جالي الجسوم ده مرات كتيره قوي، بس لما كان بيجيلي كنت بقول حسبي الله ونعم الوكيل، كنت بقول الله اكبر، كنت بقول لا اله الا الله. اذكر الله لو جالك الجاسوم هيختفي من عندك نهائيا. اي شخص تعرفه بيجيله الجاسوم اعمل له شير واعمل له منشن عشان نعرف رايه في الموضوع ده ايه، ونعرف ايه الاحلام اللي بيشوفها قبل ما يجيله الجاسوم، وان شاء الله نجاوب
على كل الأسئلة الخاصة بالموضوع ده. ليكم مطر تحدي، أنا أخوكم يوسف أحمد. لو عايز يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو اضغط لايك ودوس زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من قناتك تفسير الأحلام على اليوتيوب. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.